طبعا ان انشاء الامانه العامه للتظلمات كان من ضمن الخطوات الاصلاحيه السياسيه في مملكه البحرين، واللي دعمت في الواقع تطور مسيره الديمقراطيه وحقوق الانسان بشكل عام. طبعا ستظل الامانه تبذل قصارى جهدها للتاكيد الدور الذي تقوم به في هذا المجال. طبعا نحن نؤمن في الامانه العامه للتظلمات بان المحافظه على مجتمع يسوده امن واستقرار هو هدف استراتيجي لجميع المنظمات طبعا او الجهات الحكوميه. يتضمن ايضا المحافظه على تعزيز احترام حقوق الانسان وسياده القانون. طبعا هاي راح يكون من خلال تشجيع الدور اللي تلعبه المؤسسات المستقله في هذا المجال تحديدا. ذلك راح يكون عن طريق تعزيز الاستقلاليه ودعم التعاون من جانب باقي المؤسسات أو مؤسسات السلطتين التنفيذية والتشريعية على مستوى برامج وخطة التنفيذ اللي راح تندمج ضمن منظومة العمل الحكومي والخدمي. طبعاً إن طبيعة عمل الأمانة العامة للتظلمات راح تفرض عليها وجود علاقات وظيفية ومهنية مع العديد من المؤسسات والأجهزة الأخرى، مثلاً القضاء، النيابة العامة، وأكيد على رأسهم الإدارات المختصة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى المؤسسات والآليات الوطنية المستقلة مثل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. في هذا الصدد أود أن أؤكد أن الأمانة العامة للتظلمات قد استثمرت فعليا وبشكل كبير من حيث الجهد والوقت في تطوير عمليات التحقيق المهنية، وذلك بهدف طبعا ضمان الجودة خاصة خلال الأعوام الماضية واللي كانت أعوام بداية التأسيس، من خلال تدريب منتسبيها على أفضل الممارسات المتبعة في مجال العمل، وذلك على طبعا كان على يد خبراء مؤهلين تأهيل عالي ويحظون بمكانة وظيفية كبيرة. كما أننا نعمل بشكل مستمر من خلال خطط وبرامج التدريب البشري والإداري والمعرفي على الالتزام بمنهجية التطوير الاستراتيجي من خلال التعرف على أفضل الممارسات المحلية والدولية المطبقة. في الواقع ان هاي نكون الامانه العامه للتظلمات الجهاز الاول من نوعه على مستوى الخليج وعلى مستوى الشرق الاوسط، في الواقع هو مبعث فخر واعتزاز ودليل واضح يشير الى ان مملكتنا الغاليه تعد بالفعل نموذجا رائعا على المستويين العربي والاقليمي في الدفع قدما تجاه تعزيز حقوق الانسان بالصور المختلفه، حيث اقرت على سبيل المثال العديد من القوانين ذات الصله، وانشئت كذلك كثير من الأجهزة المستقلة التي تعمل على ضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها. ومن هذه الأجهزة كانت الأمانة العامة للتظلمات، فإن في الوقت ذاته هي تشكل طبعا تحدي متواصل أمامنا خاصة من ناحية تعزيز المصداقية والجدية في أداء مهامها مع الثقة في أنها فعلا متحققة، ولكننا بالتأكيد نطمح في الأداء الأفضل ومواكبة أهم التطبيقات والممارسات الدولية في مجال عملنا، وتساهم في تحقيق رؤية 2030. فإن الأمانة العامة للتظلمات تعمل طبعا بالتعاون مع الجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة في طبعا توفير متطلبات البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذات الصلة. وبشكل عام الحمد لله يوجد تفاهم وتعاون كبير مع الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ الأمانة العامة للتظلمات لاختصاصاتها، والتي تقوم طبعا بدورها بتقديم كل ما يلزم من إجراءات وخدمات تسهم في تأدية الأمانة لمهامها باستقلالية وحيادية ومصداقية كبيرة. والمتابع للتقارير اللي أصدرتها الأمانة سيلاحظ أن علاقة التفاهم اللي بين الأمانة العامة للتظلمات مع الجهات الأخرى قائمة على التنسيق الإيجابي. طبعا ما ننسى الجمعيات والمنظمات، منظمات المجتمع المدني المحلية، فإن الأمانة العامة للتظلمات تسعى بشكل جاد أن تكون هناك علاقة معها مبنية على الاحترام والثقة والمصداقية، ودائما ما أعلنت الأمانة العامة عن ترحيبها بالتعاون مع هذه المنظمات والجمعيات في مجالات عمل واختصاصات الأمانة العامة للتظلمات.